المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد. مساء الخير، يسعد لي اوقاتكم، سعيده جدا بهاللقاء، وحابه طبعا اعرف عن حالي. انا ليندا مهروسه من سوريا، سابقا كنت فنيه تخدير وممرضه بجراحه القلب، وحاليا انا ميك اب ارتست، والحمد لله قدرت اثبت وجودي كميك اب ارتست او بمجال التجميل. مش انه شو بقلن، بس بالاخير هي بصمتك، يعني انت ما فيك تحصل على نتيجه رائعه اذا ما كان الكواليتي عندك رائع، يعني شيء بيكمل بعضه، ما بكفي يكون عندك التكنيك نظيف، لازم يكون البرودكت تبعك هاي كواليتي لحتى يطلع، لانه هي دوج. فكن احنا النساء كثير بهمنا الطله اللي بنطلع فيها، فمستحيل لحتى تقدر تاخذ بصمتك لازم تكون هاي كواليتي بكل شيء. هلا اهم شيء انه هي تكون ذكيه، والذكاء والولاء هذا هي اهم نقطتين، والحمد لله انه يعني متوفقه فيها كثير. طبعا دائما نحن شغفنا بنلحق شغفنا، انا 10 سنين جوا غرفه العمليات، ولكن الشغف يلي وصلني لهون، وطبعا الامارات بتدعم المواهب، فهذا الشيء كثير ساعدني. سبب الانتقال للامارات هذا سؤال، ما في حدا ما بيطمح يكون عايش بالامارات، هذا حلم لكل انسان انه يكون موجود جوا الامارات. طبعا مع احترامي للكل ولكل خبراتهم، بيفرق انه حدا اكاديمي اكثر من حدا انه بس تعلم يعمل مكياج. فلما بتكون انت اكاديمي ومتدرب ضمن اكاديميات ضمن براندات او يعني اكاديميات كبيره، فاكيد حتكون خبرتك اكبر. لا اكيد كل صبيه لازم نحن المكياج هو تاتش ليظهر جمال الشخص، مش لحتى نحن نغيره. فكل صبيه الى نقاط جمال نحن فينا انه نظهرهم ونشتغل عليهم. وطبعا انه هذا اللي انا تميزت فيه، انه هو التاتش البسيط ولكن الناعم. لا طبعا هلا اللي دارج واللي ترند الدارج انه مور ناتشورال، يعني ميك اب نو ميك اب، التجميل مع هذا الانف اللي كثير صغير والشفايف اللي كثير، حتى الحواجب صار انه يكونوا مور ناتشورال لحتى يكون اقرب للطبيعي، اقرب لقلوب الناس، هذا هلا الدارج. لا هلا بصراحه قصص التجميل بتساعدنا نحن كميك اب، لما بكون عندك وجه معمول فيه كونتور ومرتب وفيه بوتوكس، معمول بوتوكس، غير لما بكون التجاعيد ظاهرة وبكون الوجه تعبان. لا أكيد أنا بالنسبة لي كميك اب ارتست بفضل اللي بدي أعملها المكياج تكون معتنية بوجهها كبوتوكس وقصص التجميل.
طبعا انا دائما بعمل شيء بناسب شكل الوجه، وبنفس الوقت الشيء للصبيه اللي انا عم بعمل هالمكياج هي شو بتحب. يعني انا ما فيني اعملها ميك اب هي ما بتلاقي حالها فيه، فانا بحاول اعمل الانسب والارتب لوجهها، بس بنفس الوقت على حسب هي ما بدها، على حسب هي شو بتحب. يعني في ناس بحبوا الاوفرد، فانا ممكن اعمل لهم الاوفرد بس بطريقه مرتبه، بكونوا اقرب للناتشورال. ولو انه انا ميك اب ارتست، بس صار الميك اب كل ما كان نظيف وناعم كل ما بكون اجمل. هلا كل عين لها رسمه، وكل مناسبه لها مكياج او ستايل مكياج للعين. يعني هلا اذا نحن عم نعمل جلسه تصوير ولا شيء فاشن، فنحن ممكن نروح للتريند جرافيك اي لاينر، الكلر، الالوان. اما اذا نحن بدنا نروح للديليوز ولا للمناسبات العاديه، ممكن تكون هي رسمه الاي لاينر، هي العربيه اللي دائما مشهوره وكثير صبايا بحبوها، رسمه الاي لاينر اللي بتسحب شكل العين، او ممكن يكون كدمج اي شادو. لا طبعا سؤال كثير مهم، انا بعتمد هالموضوع تماما، لانه كله لازم يتناسب مع بعضه. يعني مو معقول مثلا لابسه هي اكسسوري سيلفر نحط لها جولد كشيمر، فلازم كله يتناسب مع بعضه. هي شو لابسه اكسسوار، شو الالوان الفستان تبع سيمبل، ولا يعني لازم يتناسب مع بعض. لا هلا هو التعامل معهم هو السهل الممتنع، لطالما هن يوثقوا فيك فكتير سهل انك تعمل لهم مكياج، لانه هن بيعرفوا شو بدهم، فبوصلوا لك الفكره انك انت هن شو بيلبق لهم، لانه هن اوريدي مارقين ومجربين مكياج مع معظم مشاهير ميك اب ارتست. فهنا لمجرد ما يوصلوا لنا الفكره، يوصلوا الفكره اذا انت شاطر حتعمل لها هي شو بدها، فحيكون الموضوع كتير سهل. سؤال كتير حلو. انا خلال سنه تقريبا، انا 10 سنين 11 سنه بمجال الميك اب، بس انا هالسنه اشتغلت على اسمي. انا كنت سابقا بشتغل ببراندات عالميه عديده مثل إف سان لوران، دوتشي جابانا، والعديد من البراندات. خلال سنه قدرت انه انا اكون اكاديميه، وانه انا اكون كمدربه ميك اب، واعطي شهادات معتمده من منظمه الاتحاد الدولي ومن فوكس اكاديمي. يعني تقريبا خلال سنه انا مخرجه 90 طالبه، وهذا الشيء اللي حققته بتخيل انه كان كثير حلو بالنسبه لي، وكان حلم بالنسبه لي انه انا اكون اكاديميه وانا اعطي الشهاده للميك اب ارتست لتشتغل هي فيها. هذا اول شغل انا كنت بحلم فيها حققتها بهالسنه. وطبعا الشيء اللي انا كنت بتمنى انه يكون عندي براند لي هو ليندا لاشز. هذا الخط البداية اللي بلشت فيه هو براند الرموش، والحمد لله صار عندي امتد لانه يكون عندي لاشز وبيوتي بلندر، وحاليا بينباعوا باهم المتاجر بالامارات مثل الديبنهامز. طبعا انا ما بتحيز ولا لبراند، لانه من كل براند دائما في عندنا بنسميه شيء البيست سيلر. يعني من كل براند بيتميز بشيء معين. انا شنطه المكياج تبعي حتى لو انا عندي براند ميك اب ما حيكون كله من الميك اب تبعي. بكل براند عندهم بيتميزوا ببرودكت معين بكونوا هن معروفين فيه، فانا مالي متحيزه لبراند معين، من كل براند عندي منه قطعة. لا هاد سؤال كتير صعب، لأنه أنا ما بتعامل أبداً بموضوع الكوبي، لأنه بالأساس الشيء اللي نحن بنستخدمه على الوجه اللي أنا أخذت هالاسم فيه أنه طبعاً أنا بشكر دولة الإمارات وبشكر حكام الإمارات على الأمن والأمان يلي وفروه لنا، ولدعم المواهب يلي قدموها لكل الناس الموجودين بالإمارات، ومنهم أنا كتكريمي، حتى أنه أنا قدموا لي الإقامة الذهبية كتكريم ودعم للمواهب. فأنا بشكر كتير دولة الإمارات وبشكر حكام الإمارات.
زاد شامخا فوق الهامات. نحن بلد وحده الأجداد تحت راية دولة الإمارات. نحن وطن يزمو إلى الأرض.